مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبجو في الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. مال باق وابو الخير، مال هم مال الخير، مال باق وابو الخير، مال هم مال الخير. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا البشارة يا شباب، البشارة، حلمنا تحقق خلاص. الحمد لله، حلمنا تحقق يا محمد، حلمنا تحقق. مبروك، الله يبارك فيكم إن شاء الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أخيرا ورشة إصلاح الإطارات بالكمبيوتر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. خير؟ انتي ليش تشوفي علي كذي؟ ما معقولة، ما معقولة. ليش تضحكي؟ انا ما اعتقد ان هناك مبرر للضحك. عفوا تفضل. ها ايش رايك الحين احسن؟ انت تسألني انا؟ انا اكره الغباء وانقض التغابي. من فضلك، اذا كنت لم تدركي أني قد غيرت جلدي لأجلك فاعلمي، وعلى صهوة حصان جامح سوف آتي لخدمتك. طاب صباحك. كيف امورك انت مع الشركه؟ اموري مع الشركه تمام. الصراحه يا استاذ بدر
واني ما كنت متوقع اني احصل فرصه مثل هاي اللي اعطيتني اياها. انت اللي تستاهل، المهم انك تستفيد من هذه الفرصه، وانا الصراحه شايف انك انت باذل قصارى جهدك. انا كتبت تقرير عن عمليه سير البناء. نعم. ورسلته مع الاخ ربيع. نعم انا اطلعت على التقرير وجيت اشوف عن اللي انكتب. اهلا وسهلا فيك استاذ بدر. المهم انا اريد اجلس معك في المكتب علشان نتكلم عن مشروع كبير نزلت فيه مناقصه. حاضرين. من الحظ ما نفعت من الفاز الحظ. نعم ما عمو جايني الله يخيبني خيبه والله. سويتها وسقطت بالتراي مثل كل مرة. اسمع يا ابو الخيرة، تراني انا يشد اللي فيني يشد الغم اللي جاي، لا تقوم تزيدني. الله يهديك يا ثابت، كل مرة تسقط كل مرة تسقط، ما صارت هذه. زي ايش اسوي يا ابو الخير، ايش اسوي غصبا عني، والله ما عندي شانس. ايش ما عندك شانس؟ ومن ذا شانس؟ اسمعني بنت ذا، اقول لك شانس. زين ايش معناها؟ جالس لي شانس وشانس وشامس وشانس، ايش شانس هاي بعد؟ يعني حظ، الحظ ما عندني وما اعرف ايش السبب. اسمي رمضان مسكين بيجن منك بيجن. والله كان معذبني معذبني، كان معذبني ومعصب علي. انت تسوق زين، لكن يوم تقدم تراي مالك تتنافض. انا؟ عجب انا؟ انا ما اتنافض، لكن احس كل واحد يراقبني واتلخبط. انا من رايي ثابت انك تهون عن هذا الليسن وتسامح. من هو؟ لا والله ابدا ما ايأس ابدا لحد ما اطلع ليسن. زين كذي رمضان مسكين بيخسر. زين انا تراني ما اريد اخسره، لكن ترى الحظ ما عندني. بيرد وبيقول الحظ بعده. اي نعم الحظ، كيف انت ما تؤمن بالحظ؟ الحظ ما في كل وقت يا ثابت، المساله يبغى لها تركيز وتدريب وتوكل على الله، والله بيوفقك ان شاء الله. والنعم بالله، لكن اظني اني انذر علشان الحظ يستقوى. ايش تسوي؟ ادور عن سبب هذا النحس، ومن احصله ارتاح. اي حظ واي نحس، هذا الله يهديك، كل شيء بامر الله. والنعم بالله انا ما قلت شيء، لكن في كل حركه بركه. والله حاله حاله. حالك من؟ ما حد ابوي ما حد. حظ، اي حظ هذا بس اللي تتلمي عليه يا امي. يا ولدي انا اقول عاد انت وحظك اذا اهلها وافقوا عليك. وليش ما يوافقوا علي بس يا امي؟ انا ما في شيء نتعجب. وبعدين اذا كان هناك حظ فهي اللي تكون محظوظه، لانها راح تقترن بشخص مثلي متميز. الله يصبرها عليك. عفوا انت قلتي شيء؟ عفوا انا ما قلت شيء، بس اقول يعني انت فكرت زين هي اللي تسكنها؟ أعتقد يا أمي إن هذا البيت راح يكون مناسب لها في الوقت الحالي، ولا أنت عندك رأي آخر؟ لا والله أنا ما عندي مانع، بس أقول يعني هي بتوافق؟ أو مام، وليش ما توافق بس مام؟ ردينا حسالفة المام والمام، ترى البنت وأهلها يطلبوا البيت ضمن الشروط يا ولدي. زين وهذا هو ما بيت يا أمي؟ كيف هذا بيت؟ ما قلنا إلا بس هم يبغيوا بيت وحدها ما حد يشاركها فيه. هذا الموضوع راح نناقشه بعدين، وانا اعتقد ان هذا البيت ممكن يحويها. والله عاد يا ولدي انت وحظك. اوه مامي اترجعي لي مره ثانيه سالفه حظك مامي؟ الحظ يا امي الانسان بنفسه يصنعه يا امي. استغفر الله رب العظيم، مو هذه البليه، مو ذا الكلام بقاش تقول انت يا ولد. الزواج قسمه ونصيب. الزواج عرض وقبول يا أمي، وبعدين أنا متأكد إن هي معجبة فيه وإن أنكرت هذا. ولدك يا أمي واثق من نفسه. بعدني أقول لك يا ولدي أنت وحظك. أوه بليز مام. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا تفضل. دوكم ذا الشيبة، ردي السلام يا ولد. وعليكم تفضل. زين يوم جيت؟ أرجوش لا تقول شيء، خليني بالأول أرتاح. ها ارتحت؟ والله بالحقيقة بعدني ما ارتحت، لكن تفضلي قولي. ولد أخوك؟ إيش في هذا ولد؟ إيش سويت يا ولد؟
أنا لم أفعل شيء. كيف يعني أمك تكذب؟ أوه يا أمي، مالك يا ثابت؟ استهدي بالله، مالك أنت كذاك تلطش بمرة؟ آه الوليد ما سوى شيء. أنت قلتي لي ولد أخوك وأنا حسبته سوى شيء. آه ترى ما خليتني أكمل كلامي، مرة كذا نطيت. ولد أخوك باغي يتزوج. آه باغي يتزوج، ما أظن بنحصل له زوج قياس وذي. يا هلا وسهلا فيكم، يا حي الله بيكم، كيف الحال؟ ماشي علوم؟ ماشي اخبار؟ يا حي الله بيكم، يا حي الله، دامت علوم الخير. تاخر صاحب تاخر. يا جماعه اذا في شيء ولا شيء تكلموا يعني، ماشي معنا. هذه ما اول مره تجي تشل فيها عبريه من هنا. لا والله ما اول مره. ما دام انك تجي تشل عبريه، قال احنا ايش نسوي هنا؟ فرص العبريه. ما دام تعرف كذاك قول نفسك نحن عندنا بطاقات مال الفندق. وانا ما عندي. اذا ما من حققت العبريه من هني. يا اخوي شوي شوي على السياره الله يهديك. انا بفهمكم، طول الله عمركم انا عندي بليد طبعا، ومره ضيوف اقابلهم في روي ومره في مطرح، واعطيهم رقم البليد، هم بعد يوم احتاجوا لي طلبوا لي. الحين قبل شويه واحد طالبني الحين جاي انتظره. بس هذا ما يصير، انت لازم تعرف هذا الشيء، ان زباين الفندق لهم تكاد تشيلهم. لا والله ما اعرف، هذه اول مره. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. كيف الحال ابو خير؟ مشكله ولا ايش؟ لا لا ما في مشكله، ابو عليك ما في مشكله. لا فيه. نعم هات اللي عندك. انا اقول يا علي يا جماعه ما يستوي تنازع قدام الضيوف. لو صحيح انك ما تريدنا نتنازع قدام الضيوف كان ما جيت اني تاخذ نصيبك ونصيب غيرك. الله يهديك يا اخوي، ما حد ياخذ نصيب غيره. عجب ايش معنى هذا اللي تسويه؟ يا جماعة انتم فاهم، هذا أول مرة أنا أعرفه، مرة ثانية خلاص ما بكررها خلاص. أنت ما أول مرة، دائما تسويها دائما، وحين ساكتين عنك، لكن هذه المرة لا. الله يهديكم لا تعقدوا المسألة، ما يصير نتنازع يا جماعة، خلونا نتفاهم شوية. إذا تريدنا نتفاهم خلي الأخ ينزل واحد منا يشله. إي نعم. لا يا إخوان ما يصير، الكلام مردود عليه، سمعوني أنا بشله، وإذا تقدروا تسووا شيء سووه. سلامتك يا أبوي، سلامتك، إن شاء الله ما أشوف شر. يلا يلا، واللي يتعامل مع أبو الخير وثابت أيشوف خير يا بنتي؟ من أشوفهم أو أتكلم معهم أو حتى أني أسمع عنهم يلا يصيبني النحس. النحس؟ وإيش دخلهم هم؟ إيش دخلهم؟ يا الله يا الله، معاملتهم تعكر الواحد ولا تخليه يشتغل ولا يسوي شيء. يا أبوي هم ما يريدوا إلا المصلحة. يا بنتي هذيلاك لا عاقبينهم العقب ولا الصيام في رقب، كل واحد فيهم مستولي مصلح للكون، كأن كل الناس غلط وهم اللي صح. يا الله يا أبوي تقوم أنت بعد تتعقد منهم وتقول عليهم نحس بعد، ترى نازل ما معقولة هذه. يا بنتي في ناس من شوفتهم بمرة تحس من شوفتهم إنهم خير وسعد وحظ عليش، وفي ناس مثل أبو الخير وثابت من تشوفيهم تعرفي مرة إنهم يجيبوا النحس والتشاؤم والمرض. يعني تو تبغى تقول لي إن هذا البرد اللي جاك في البلعوم من عمي ثابت وأبو الخير؟ والله أنا مش عارف، أنا برتاح لك ليه في الكلام أبو الخير؟ أنا بس من أخلاقك يا أخي، من أخلاقك. على فكرة أنت دمك خفيف. وكيف عرفته؟ وزنته؟ أقول لا. انت رايح تشتغل في المطار ولا كيف؟ لا
لا والله شريك اتصل بيا امبارح بيقول هيوصل بعد ساعة من دلوقتي. اللي قول لي ابو الخير. نعم. يعني ايه عبرية؟ عبرية الله يسلمك هذه باللهجة العمانية. اي نعم، يعني معناتها زباين او ركاب، وفي الاصل ويمكن والله اعلم جاية من عابر الطريق. وفي اماكن يقولون عبرية واماكن يقولون زباين واماكن يقولون ركاب، وهلم جرى. اتمنى ان الحظ يكون حليفنا في اخذ هذا المناقصة. الاعتماد على الحظ بنفسه ما يكفي يا سامي، مثل ما يقولوا حظك نصيبك. لازم هناك تكون الدراسة الوافية ومن ثم التصميم المتميز وأيضا السعر المناسب اللي يكفلنا إن ناخذ المناقصة. أنا أقول ما دام إن المشروع هي عبارة عن مساكن اجتماعية صغيرة، ليش ما يكون على الطراز العماني القديم؟ لأنه جميل ومحبب. أحسنت يا ربي، أحسنت، هذا اللي كان يدور في بالي. صحيح أن تصاميم البناء عندنا والحمد لله محافظة على الطابع العربي، لكن أريد في هذا المشروع بعض الخصوصية في البناء من حيث الشكل الداخلي والشكل الخارجي. أعتقد أن الصورة الحين وافية، وأتمنى أنا وزملائي أن يحالفنا الحظ ونوصل للتصاميم في الغرض المطلوب. شوفك كثير مركز على سالفة الحظ هذه. الحظ شيء من التمني يا أستاذ بدر، ما أسعد الإنسان لما يكون محظوظ. ليش أنت ما تؤمن بالحظ؟ لا أنا أؤمن بالحظ، لكن عاد ما أعتمد عليه في أموري. أما أنا أؤمن بالحظ غصبا عني. وليش عاد؟ ليش؟ وين ما طق ألقاها عوية. أتمنى لكم التوفيق في مشروعكم، مع حظ سعيد. أنا أنتظر جوا. وأنا أنتظرك هنا. تمشيش نرجع مع بعض. ولا يهمك، أفعل عليك أنا جاهز. ولا ممنوع الوقوف هنا. والله شفتوا اشوفكم واقفين. هذا الكاس المطار يعني اللي عندك. اوه هذا الكرت يعني وراي وراي. ما دام انك نزلت الاخ توكل على الله، لانك ما بتقدر تاخذه مره ثانيه. سمعت وليش؟ لان نحن المفروض ناخذ اللي يطلع من المطار. لا حول ولا قوه الا بالله، بنرجع لنفس السالفه. هذا قانون يا اخي، والمفروض منك كسايق تاكسي تعرفه. ايوه يا اخوي، بس الشخص اللي جبته قال انتظرني هني، بيوصل زميله وبشيلهم معي. ما عليك من كلامه. ايش هذا الكلام؟ لان اخر مرة ابدا ما بسمح. فالحة بلوب اسمه البليب اسمه، ويكون في علمك بسوي تليفون بعد اذا كان ما عاجب منك. سوي اللي تسوي، بس ما تشيل عبري من هنا. ايش هذا الطمع؟ ياخذوا حظهم حظ غيرهم. زين لحظة برجع البليب وبرجع لكم. تو انت مو باغل لابو الخير؟ انا لازم اطلع، رجال قال يحرسني وقال لي ما بتأخر. انزين وانت ما يستوي لك الا ابو الخير يكون معاك. الله يسلمك، انا هذا ابو الخير اتفائل فيه. اقول اصيله، انت ما زعلانه مني؟ انا في عيد الشر ليش ازعل منك؟ يمكن اقول يعني انت ماخذه في خاطري شو وزعلانه وما تتكلمي. ثابت انا ما شفت منك الا كل خير، وبعدين ليش هذا الكلام؟ قصدي اقول يا اصيله، اخاف انك تكوني ماخذه في خاطري وزعلانه مني وقاسة تدقي علي بداخلش، لاني هذه الايام الحظ ما محالفني في السواقة. انا يا ثابت ما اضمن لك الا كل خير. يعني متأكدة انتي؟ طبعا. وولد ايش فايد؟ ابو انت عمه، معقولة عاد يزعل علي؟ بيسويها، لكن انا من اليوم رايح لازم اسأل، اخاف حد ما رضى علي وزعلان وحاسدني. ما ظنيتك انك وسواسي لهذه الدرجة. أنا يا أصيلة ما وسواسي، والله العظيم ما وسواسي، لكن أنا الحظ ما محالفني، أدور على سبب ومرق، والله العظيم أتكلم معك. ها هذا أكيد أبو الخير. ألو أبو الخير، هي لا عمل ثابت، من هي تتكلم؟ ارفع صوتك شوية، ارفع صوتك ما سمعت. أنت شنطة؟
من المطار؟ ايه ده ده جاي منك، جاي منك خير. ايش النسب ابو الخير؟ ما حق الحظ وطاح فرطه. زودت وكيف تصير له؟ انجاب بس على الله الحظ يساعدني وحصل لي تاكسي عن اذنش. حياك. بالشفا ان شاء الله يا ابوي. خير يا ابوي؟ ليش تشوف علي كذاك؟ احس يا بنتي اني قصرت معاش. ايش اللي يخليك تقول هذا الكلام يا ابوي؟ حظش طيحش مع واحد ما عنده شيء، حتى البيت لحد الحين ما قادر يوفره. الحمد لله يا أبوي، أنا مرتاحة مع زوجي بدر. إيه، لو كان الحظ مساعدنش كنت بترتاحي أكثر، كان بيكون ملكك مصنع وباسمش. الأهم راحة البال يا أبوي. يلا ما أقولش إن حظش عاتر، حافظتلش هذيل الشعارات اللي ما تأكل. بس تريح يا أبوي، إيش فايدة إن الواحد يكون عنده كل شيء وهو خايف على كل شيء؟ يا بنتي لحد الحين بعدني عندي أمل إني أغيرلش حظش هذا. الحظ يا أبوي مكتوب على جبين كل واحد فينا، ممكن نحسن الحظ لكن ما نقدر نغيره. المهم ترى كل شيء بأمر الله يا أبوي. أهو الظاهر أني تأخرت على الدوام، يلا بانا بروح. ليش خايفة؟ لا يخصموا عليش اليوم. أنا ما خايفة يا أبوي يخصموا علي، بالعكس أنا محظوظة لأن زوجي هو المدير. يلا أنا بمر عليك إن شاء الله العصر. يلا أبوي مع السلامة. أخ لو الحظ يساعدني وأخف. يا جماعة ما يصير هذا الكلام، ما زين النزاع، بعدين الناس بيأخذوا عنكم فكرة ما طيبة. أنت ما عندك غير الكلام، جالس تنصح الناس وناسي نفسك. يا جماعة الخير هذه سمعتكم أنتوا أصحاب التكاسي وناس محترمين، والله والنعم فيكم، بعد الناس بيقولوا عنكم ما تفهموا شيء، الناس بيقولوا عنكم أنتوا متعصبين، الناس بيقولوا عنكم أنتوا ما منظمين. ويقول سواقين تكاسي طماعين ياخذوا شغل غيرهم. احنا بننادي لكم مسؤول المطار. وليش تنادونا وتتعبون الرجال؟ انا بروح بنفسي على دمكم. مع جماعة؟ أيوة. مالكم الله يهديكم قاسين سيول النشيد؟ من هذا الجماعة اللي متفوقت معاهم علشان صفتهم بالخزران؟ أنا. طيب يا إخواني ويا خلاني قولوا لي هذا هو ضفر داخل من هنا؟ أيوة وفهمة، اللي يشيل عبرية من هذا المكان لازم يكون من سواق المطار، فاهم؟ فاهم أبوي فاهم، وإذا ما فاهم بفهمه. هذه ما مصيبة، هذه وقفة ونحس بعد عن ذيكم. أقول عزيزة في حد عند بدر؟ اجتماع طول مع المهندسين، كل ساعتين اجتماع بمجموعة. ها نقول مبروك يا عروسة؟ والله ما أعرف إيش أقولش. خير في شيء؟ خبريني يا عزيزة، أنت مثل أختي. أعتقد أن زواجي ما جاء في الوقت المناسب. ليش؟ في اعتراض على فريق؟ لا أبد ما في اعتراض على فريق. إذن إيش المشكلة؟ ظروفي يا زهرة،
أنا الوحيدة اللي أصرف على إخواني وأمي، لو رحت وتزوجت أخاف أنساهم. إنزين يا عزيزة، أنت مصيرش بتتزوجي، وبعدين ما من بعد البيت، أنت ممكن تزوريهم في أي وقت. مالش كلامي ما منطقي؟ لا أبد، بس أنا خايفة. خايفة من إيش؟ يا أختي يا زهرة، أنا كل يوم يمر علي أجمل وأحسن من الأيام اللي قبله، أخاف الحظ يعاندني في الأيام الجاية. وإيش اللي يخليش تقولي هذا الكلام؟ دوام الحال من محال، ومن سره زمن ساءة أزمان. كل شيء بأمر الله، وتوكلي على الله وتفائلي بالخير. لحظة بجرب السيارة بس دقيقة واحدة. أوكي. أبو الخير، ها؟ هي المسؤول المطار؟ إحنا فهمناه وخبرناه وشوف الجماعة واقفين، غبنا بننظر اليوم، غبنا غبنا. نعم نظروا يا جماعة. فهمت الأخ عن النظام في المطار؟ أيوة نعم، هو قال بالظرف اللي عنده، هذه بتكون آخر مرة. أجاب الحاج عليك، لو قلت لك سيجاء وقال ظروفه نحن بنفاتنا بدون شغل. هذا الكلام الحين ما منا فايدة، ما أريد أنزع، لأن هذا ما زين لا ليكم ولا لينا كناس مسؤولين. صدقوني يا أخوه، والله صدقوني، أنا ما أعرف شيء عن سالفة الكرت هذه. بعدين ما يستوي تضارب قدام الناس على كمين ريال. احنا ما تهمنا الفلوس، احنا نتكلم عن النظام على العين وفوق الراس، وسامحونا هذا المره. خلاص انتهى الموضوع، كل واحد يرجع لسيارته. اعتقد الامور واضحه يا ابو الخير، يا اما انك تاخذ كرت وتسجل اسمك، يا اما انك تنزل راتب وتروح. حاضر اخوي، حاضر وتحت امرك، ومشكور، احسنت. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. اقول انك محظوظ يا ابو الخير. نعم محظوظ. تعرف يا ثابت؟ ايش؟ انا سعيد برغم كل اللي صار. كيف يعني؟ فهم. هذول الناس محظوظين. مين هم ذولا؟ هذول اصحاب التكاسي. مالهم؟ هذول من طلعوا الصبح متوكلين على الله. ما يقولوا حظي نحس ولا حظي سعيد، لا، الله يرزقهم وعايشين. فهم؟ فهمت ابوي، فهمت. اسميك انك فيلسوف. نعم. اقول ثابت، قول ايش رايك تشتغل معي معوري؟ يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح برا؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ صاحبه من مر أمره غريب، ما ينقلي بكرة يشوف معكم نطوف، بكرة يشوف معكم نطوف. في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير. بكرة يشوف معكم نطوف، بكرة يشوف معكم نطوف. ودر مكانه وعايز زمانه، هذا هو أبو الخير، 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 هذا هذا هو أبو الخير، هذا أبو الخير. يلقاكم بكرة بالخير.